السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنشكركم بزاف بزاف على التعاليق ديالكم الزوينين والتشجيع ديالكم ليا، واخا القناة ديالي باقية صغيرة كتشجعوني وكتحفزوني باش نكمل ان شاء الله ونبقى ديما نحط الفيديوهات. كان اليوم كيف كتشوفوا عندنا واحد الحل تشيز كيك، واحد الحليوة زوينة هانتوما كتشوفوها كيفاش دايرة بالكريم ديال الليمون اللي كيعجبو لي البرتقال. هاد الحليوة هادي مصوبالين خفيفة، واخا كتبان ليكم فيها هذا الكريم فيها هذا، ولكن راه كتجي خفيفة، واخا تكونوا واكلين شي وجبة هكا ثقيلة يعني ما تقدروا تاكلوها، كتجي زوينة وكتجي خفيفة بزاف، والنظر ديالها حتى هو زوين. المهم اللي عجباتو هاد الحليوة هادي تفرج في الفيديو حتى الاخر. نخليكم دابا مع المقادير والطريقة، فرجة ممتعة. بالنسبة للاباز ديال هاد الحلوة ديالنا غادي نحتاجو ليها هاد المقادير هادو. الكيك اللي كيجي في لاباز عندي هنا 80 مليلتر ديال الزيت ولا نص كاس، عندي هنا 80 غرام ولا نص كاس ديال سكر سنيدة، عندي هنا 80 مليلتر ديال العصير ديال البرتقال ليمون ولا نص كاس، وعندي هنا كاس عامر مزيان ديال الدقيق ولا 100 غرام ديال الفورس، عندي هنا خماره وحده ديال الحلوه، عندي القشره ديال الليمونه، وعندي قبيصه الملحه، وعندي جوج ديال البيضات. صافي هادو هما المقادير. اول حاجه غادي نديروها غادي ناخذ البيض ديالنا نزيدوه عليه السكر، قبيصه ديال الملحه، القشيره ديال الليمون. صافي نبداو كنطربو. طربتو حتى ولا على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. صافي دابا غادي نزيد ليه الزيت بشويه بشويه. غادي ناخذ واحد الشبيكه هكا صغيره غادي نغربل فيها هذاك الدقيق، هو هذيك الخماره. صافي غادي نحركها واحد شويه هكا باش ما يطارش عليا. صافي هو هذا القوام ديال الكيك. غادي نديرو في واحد العمولة، هو ديجا درت ليه الزبدة والدقيق. صافي غادي نديرو فيه وغادي ندخلو نطيبو فران ديجا مسخن على 180 درجة. طيب عادي جدا بحال ديال طيب عادي ديال الكيكة. نطيبو الكيك ديالنا ونتلاقاو باش نصاوبو المرحلة الثانية. بالنسبه للطبقه الثانيه ديال الحلوه ديالنا عندي هنا كيف كتشوفوا عندي هنا 250 غرام ديال الريكوتا ولا الجبن اللي هو الجبن، عندي هنا 300 مليلتر ديال الكريم فريش، عندي هنا قشره ديال البرتقاله اللي بغى يديرها يديرها، اللي بغى يدير فاني يديرو، عندي هنا 3 المعالق كبار ديال السكر كلاصي، عندي جوج ورقات ديال الجيلاتين. غادي نذوبهم شويه ديال الماء من بعد. صافي ودابا ندوزو للطريقه. الجيلاتين هو درتو هنايا كيذوب كيف شفتو مع شويه ديال المدافي، كدرو هكا واحد معلقه ولا جوج ديال المدافي وذوبو فيه هذاك الوريقات ديال الجيلاتين. غادي ناخذ الريكوتا هي اول حاجه، غندير معها السكر،
وغادي نحاول نطربها غير بشويه. صافي وغادي نزيد هذيك الكريم فريش، نزيدها على داك الجبن ونطربهم كاملين حتى يقرب يطلع ليا الكريم ديالي، عاد غادي نزيد القشره ديال الليمون. غادي نزيد دابا هاد القشره ديال الليمون، غادي نزيد الجيلاتين صافي ونقرب. انا بحال نخلط غير هاد العناصر هادي. غادي ندير الكريم ديالي في الثلاجه غير الوقت باش نحضر لاباز ونحضر المول ونجبدها من الثلاجه باش نديرها فوق الطبقه الاولى. الكيكه ديالي من بعد ما طابت هانتوما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، هذا ما كتجيش طالعه بزاف. صافي دابا انا غادي نقلبها في الطبصيل، غادي نخليها تبرد شويه غير بما وجدت المول قاديتو. صافي وغادي نرجع باش نوريكم كيفاش غادي نخدم بها. قلب كيف كتشوفوها انا لبستو هكا بالورق باش يجيني ساهل من بعد باش نبغي نحيدو من باش نبغي نديموليه. انا غناخذ الكيك ديالي وغادي نحاول هذا القالب قد هذاك القالب اللي درت فيه تقريبا الحلوى ديالي، يعني ما غاديش نحتاج نقص منه ولا نقطع ولا شي حاجه. وجدت انا شويه هنايا ديال السيروب الماء وشويه ديال السكر. الكيك دابا راه عندي بارد والسيرو عندي سخون. الا بغيتو تسقيو الكيك وهو سخون السيرو خصو يكون بارد، المهم ديما خاص وحده تكون سخونه وحده تكون بارده. صافي من بعد ما سقيت الكيك ديالي مزيان مزيان ما سقيتو كل ما كيجي حسن. صافي انا خديت الكريم ديالي صافي وغادي نبدا كن نحطها فوق الكيك، نبدا نقاد الكريم ديالك بحال هكا. المهم هو ان الكريم خاصها تجيني قاده، جيني الوجه ديال الحلوى يجيني قاد. صافي الحلوى انا قديتها، دابا غادي نديرها في الكونجيلاتور على الاقل واحد الربع ديال الساعات باش ندير فوق منها الطبقه الاخرى. بالنسبه للطبقه الثالثه واللي هي الطبقه ديال الليمون، عندي هنا ربع ديال عصير ديال البرتقال 250 مللتر، عندي هنا معلقه ونص ديال النشا ولا الكريم باتيسير اللي بغيتو، وعندي هنا 4 المعالق ديال السكر. بالنسبه للقياس ديال السكر كيبقى على حسب الحموضه ديال الليمون واش حلو ولا حامض. المهم نتوما ذوقوا وشوفوا واش تزيدوا شويه ديال السكر. غادي ناخذ واحد الكاسرونه صغيره بحال هكا، غادي نديروا فيها الليمون العصير، غادي ندير السكر، نديروا النشا. صافي نحاول نخلط هادشي مزيان مزيان هكا حتى يذوب ليا مزيان هذاك الكريم باتيسير قبل ما نحطها فوق البوطه ما تبقاش مكوره ليا. المهم انا غادي نحطها دابا فوق البوطه حتى تعقد ليا الكريم صافي، ونخليها تدفى واحد الشويه. المهم انا غنوريكم الشكل ديالها ملي غادي توجد. صافي الكريم ديالي ها هي طفات عليها، ملي كتوصل لهذا القوام هذا صافي كنطفي عليها. كيشتو انا ما خليتهاش عقدت بزاف بزاف باش يلاه ملي تدفى ليا ما تكونش عاقده بزاف وما تعطانيش منظر زوين فوق الحلوه. صافي انا غنخليها تدفى واحد الشويه صافي ونديروها فوق الحلوه. الحلوى ها هي خرجتها من الكونجيلاتور بعد ما جمدات شدات فراسها مزيان. صافي وغادي ناخذ الكريم ديالي من بعد بنت فات ما خليتهاش حتى بردات بزاف باش ما تقصحش ليا. صافي ونخويها فوق الكريم ديالي، نحاول نقادها مزيان نسرحها فوق من الحلوى ديالي. صافي صافي وغادي نخليها برا حتى تدفى شويه حتى تبرد الكريم مزيان. صافي ونديرها ديك الساعه في الثلاجه غير لتحت ما نديرهاش في الكونجيلاتور. صافي ومن بعد نخرجها من الثلاجه حتى تبرد مزيان تشد فراسها صافي وديك الساعه باش نزوقوها. الحليوه ها هي ديالي من بعد ما خليتها باتت ليله كامله في الثلاجه، غادي نحاول نديمو ليها غير بشويه
تحيد هاد الورقه هذا تاع بالنسبه للديكوراسيون ديال الحلوه تقدروا تفننوا فيها نتوما كيف ما بغيتوا. انا غادي ندير فيها هكا باش ندير واحد الغابيل، غادي ندير واحد جوج ديال لي طرونش ديال الليمون هنا مقطعاهم رقيوقين، غادي نحطهم بحال هكا في الجنيب على هاد الطريقه هادي. وديت هنا شويه ديال الشوكولا ابيض، غادي ندير بحال هكا بحال الخطوطه نديرهم فوق هذاك الطريفات ديال الليمون. غنحاول ندير غير في النص ديال الحلوه، ما نديرش فيها كامله. شو علاش درت هذاك الورق الغذائي؟ باش هذيك البلاصه، باش هذيك البلاصه اللي غادي تقطر فيها الشوكولا غادي نقدر نمسحها من بعد غير بسهوله. صافي دابا انا غادي نرجعها للثلاجه حتى اللي ينشف ليا شويه هاد الشوكولا هذا، صافي ونديرها في الطبق ديال التقديم. الحلوه ديالي هي هذه، من بعد ما قديتها في طبق التقديم. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله. كيف قلت لكم في البدايه راه كتجي خفيفه خفيفه بزاف، ومن الاحسن تبات بحال جميع الحلويات سورتو هادو اللي فيهم لا كريم، راكم عارفين كاين نهار اللي من بعد كيجيو ابنن بزاف بزاف. كنتمنى ما نكونش ثقيله على قلوبكم، وكنتمنى انكم تجربوا هاد الحلوه بما ان الموسم ديال البرتقال دابا كاين. وخليتكم على خير، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.